عديد الأوبئة، ولكن سنقتصر على الوباء الأول سنة 38 هجرية، ويسمي بوباء عمواس في زمن عمر بن الخطاب. فأعتقد أن صلاة العيد بالشكل الذي أصبح عليه من المعايدة والمزاورة ومن الهدايا والأطفال والألبسة الجديدة بهذا الشكل، يحدث لأول مرة في تاريخ المسلمين أن صلاة العيد تكون في البيوت بدل المساجد، وفي البيوت بدون خطبة، بمعنى أننا نقيم ركعتين بما هو معروف في 7 تكبيرات في الركعة الأولى ثم 6 تكبيرات في الركعة الثانية، طبعا مع قراءة الفاتحة والسورة بالجهر ولكن بدون خطبة. أعتقد أن المعايدة، سنسميها هذه السنة المعايدة الإلكترونية، والعيد سمي العيد لأنه يعود مرة أخرى، حتى عندنا في الجزائر بجملة دارجة التي نستعملها تعيد وتعود، وهذا في أمل على أن العيد، هناك عيدان، العيد الأضحى إذا لم نعيد عيد الأصغر أو عيد الفطر سيكون هناك عيد الأضحى.